مقدشو او اه مقالة مدحدة صوماليا حيلي قان وحا آد اوغو سو كرليا صومالي دا قربها كسو لابانيسا اي قناعسيقا عسريقا احكيهر قلينا يا مقالة دا تاسي او قيبوين كاقادتي هرو مرضا اي عاصمت دا كتل عبستي سنوييكي لسو دافي عبدالله حسين فارح عيرو وحاوو كمي دياهي قناعسطة دا صوماليات اي دالك ديب اوغو سو لابطي اي كسمي ييه هلابور قناعسي وانا ملكي لها مقايدة اسباجيتي هاوس وحان ويدييي اهمية داي اولي دهي قناعسيقا مقايدها كسو كرلي عاسمة دا على دحلي كرا عبور هرتكو ميدا عروش عبور ايان الشق عبور بدن بيسمين ايان اكو بدن سوطا دانيا دا مركا عرقتو تهريبك وحكو بابا سومالي حدو او بدن بدمالي بدن بكهرين سومالي حتى دادو خيرات لك تهريبك ماشي وان تهريبك علو جوجي كرا ومودن كشغل عبور إن دتك شغلوا أبور لأن هذا مركز جامعات كبر عام الجامعات وهاي إن شغلوا أبور. دلها حسين فارح عيرو أي أسد أو كلا كهلاي فأيدوين كأيكوس وكرن كران جناح سجى مقاعدة هلا قسم أيوة جود هاد الكع. صوت دتك قربا كنا سعوديان ماشى عنا وتم اللي على قربا سبيرينس بدنا سعوديان كم كستا مير كستا ماشى وانتو المقاعد لكن دور بدنا وشدو مير إكثر كعالم مالك. عبد الرحمن علي بود وحقو كمد يهي معاميشا كعونتا يا اما كأذيكتا مغايدة اسبجيتي هاوس وحقونا كهليا مهيمة دا قنعسيقا مقايدها اي كسو كرلين كران عاسمة دا انا المسانة هنا كالوهي كقاتين سببتو اهرتود مجرين ان قنعسيقا نوعان وكلا او استاندركا اما هيركا نوعان درسيسا انا وحان كمد هاي معاميشا مغايدة مقدر مركلة فيريو مغايدة بدن أو كويا لسوقة بكارها مجالة انت إذا كلا كنت ويكدو انت هاي مغايدة هاي قواباها كلا عسريقة مجالة ذا كسو كرلي وحا اي أبورين فرصة الشقو أو هدي لسيب اللارية يرين كرتا شغلا آنتا هاي ستا لنيرادة صومالية دا سدا أوقبو أحمد حسن أدواء أو كمي دا لنيرادة صومالية دا ما شاء الله ولاك بسنس صوماليو هدايا دا يوهر مريا madam ay dadkii ay dib u soo noqdeen maqaayado sidii mall oo kale wadanka oo hormarayo masha Allah aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay wallahi masha Allah door waxay u qaadan karaan aad iyo aad weyn ayay macnaa ay ka qaadanaysa maadaama dad baaga muuday ay ka faa'iideysanayaan marka waa wax lagu farxo oo wanaagsan waay Mustafa Abdul Qadir Addo oo kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqeeya Muqdisho Seed House ayaa tilmaamay in ganacsiga qaybihiisa kala duwan oo si kub cayo habsami u socodka ganacsiga xilligani uu aad u soconayo ganacsiga Soomaaliya xilligan aad u bulaala horumar iyo aad u sameena maxay ila waxa uu aan ganacsiga uu horumaray ilaan wixii waxay noqdeen wax la yeeyay digital marketing qofka markuu oo qurba ka imaado wuxuu soo arkaa program kale markaas uu xulimaana wadankiisa si uu ugu faa'iideeyo dadkiisa Soomaaliya waxa ka soconaya horumaro dhinaca ganacsiga taasi oo ay ka sameeyaan qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya Muuse Ismaan Abtow Television ka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho